السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الملعب. اليوم الجولة الخامسة تنتهي بكم كبير من الأهداف وعدد من الأحداث بالتأكيد سنستعرضها في هذه الحلقة من الملعب. البداية العناوين. حديث الأمير نواف للملعب يتصدر العناوين والأحاديث. الهلال يتغلب على الفيصلي بهدفين ويحافظ على مركزه. وهرماش يشارك للمرة الأولى مع الهلال بعد الإصابة. في مباراة دراماتيكية الأهلي ينهي مغامرة التعاون بالأربعة. النصر يعود للنصر ومالك يسجل أول أهدافه في الدوري. صدق أو لا تصدق خسارة سلة الأخضر بسبب طقم ملابس. والأمير نواف يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق والمساءلة. عهد جديد للحكام السعوديين، اهتمام وراعي حصري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. من العناوين إلى التفاصيل نرحب قبل ذلك بضيفينا في الاستوديو. رحب بنائب رئيس تحرير صحيفة سبورت السعودية الإلكترونية الزميل سعود الصرامي. مساء الخير أبو فهد، أهلا وسهلا فيك. الله يحييك وجميع مشاهدي برنامج الملعب. أيضا سيلتحق بنا بعد قليل إن شاء الله من جدة زميل عبد الله الشيخي الكاتب الرياضي المعروف. نبدأ أولا ب بعض الأخبار العاجلة. المنتخب السعودي لكرة السلة خسر من نظيره القطري بعشرين هدف دون وبعشرين نقطة دون مقابل بسبب عدم التزامه بالزي المتفق عليه الأخضر الكامل قبل لقاء المنتخبين اليوم ضمن الجولة الثالثة لمنافسات كرة السلة بدورة الألعاب الخليجية الأولى المقامة حاليا في العاصمة البحرينية المنامة. المباراة تأخرت قبل إلغائها لمدة 15 دقيقة لحل المشكلة، حيث أن كان من المفترض أن يكون زي المنتخب السعودي زي الأخضر الكامل، ولكن المسؤول والمنظمين فوجئوا بعدم تواجد هذا الزي مع المنتخب، وبالتالي أعطى الحكم البعثة الأخضر أو المنتخب أو إدارة المنتخب الوقت الكافي لحل هذه المشكلة، إلا أنهم لم يستطيعوا وبالتالي ألغى الحكم المباراة قبل بدايتها ومنح نقاط المباراة للمنتخب القطري الذي أصبح بعد هذا الفوز قريبا من تحقيق ذهبية المنافسة. في مستردات هذا الموضوع ووفقا للتوجيه من الأمير نواف الذي وجه بالتشكيل بالمساءلة والتحقيق، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة أمين عام البعثة الدكتور راشد الحريول على خلفية أو الحريول على خلفية ما حدث قبل لقاء المنتخب السعودي لكرة السلة. وبالتأكيد أجمعت اللجنة التي قامت بمساءلة إداري المنتخب حسن المرواني ومساعد المدرب عادل الإحساية وكابتن المنتخب عادل الجهني على خلفية هذا الموضوع، وقررت بعد عرض النتائج على سمو الرئيس العام إضافة لتوجيه سموه للاتحاد السعودي باستكمال المساءلة بعد انتهاء الدورة واتخاذ الإجراءات لعدم الإجراءات الرادعة لعدم تكرار ذلك. قررت ما يلي: أول استبعاد إداري المنتخب حسن عطال المرواني وتكليف الإداري منصور السويلة مدير للمنتخب خلال هذه الدورة، ونظرا لأنه لم يتبقى سوى مباراتين للمنتخب فقد وجه سموه باستمرار الأجهزة الفنية والإدارية بأعمالها المكلفة بها لتفادي إرباك اللاعبين في منافساتهم القادمة. ثالثا أن تقوم اللجنة المكلفة بالمساءلة برفع تقرير مفصل عن هذا الموضوع يوضح أي قصور سواء إداري أو فني بحيث يتم التأكد من عدم حدوث مثل هذه الملابسات في المشاركات القادمة. سعود، المنتخب يخسر بسبب طقم ملابس. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، انا حقيقه ساتحدث لان عندي خبره شوي في كره السله وسبق اني اخذت دوره في كره السله على يد الاستاذ رحمه الله عبد الله بن مخيت، كان حكم كره سله ولاعب في نادي الهلال سابقا. طبعا السعوديه تعتبر خاسرانه يسمونه بعدم الاهليه ديسكواليفيكيشن، ولكن هنا يؤكد لي ما حدث
انه الاتحادات الرياضيه خاصه مثلا اتحاد السله، الطائره، التنس، العاب القوى، رفع الاثقال وغيرها كذا. يعني انا اقول ان هذه الاتحادات بلاش يعني نعتمد على سياسه التعيين في مجالس اداراتها، يجب ان احنا نحرص تمام الحرص ان مثل هذه الالعاب انه يتم عن طريق الانتخابات، يعني كل لعبه يكون لها انتخابات، يكون من ابرز الشروط أن يكون سبق أنه مارس هذه اللعبة وأنه يحمل شهادة على الأقل لا تقل عن الثانوي، لأنه حقيقة للأسف الشديد أنه واضح عندنا مشكلة كبيرة، وهي أن كل الإداريين يرغبون في التواجد في كرة القدم. بقية الألعاب سلة، طائرة، يد، ألعاب قوة، كله منسية متجاهلة. فعشان كذا احنا يجب ان احنا مثلا ما يبقى العملية عملية مناصب او عملية بس مجرد انها فزعات، يعني ان كل واحد يعطيه منصب وانتهينا. انا اعتقد انه يجب على مجالس ادارات كل الالعاب المختلفة ان يكون ممارسا لهذه اللعبة وان يكون عاشقا لها ايضا. حتى يعني ما مثلا يكون اهتمامه في كرة القدم وانه مجرد انه في كرة السلة او في الطائرة او في اليد او في غيرها مجرد يعني تكبت عدد او برستيج زي ما بيقولوا او وجود على منصب. علشان كذا سبق ان احنا تورطنا في العاب القوى، مش لما كان في موضوع تم الغاء مجلس الإدارة اللي كان سابق وتم تشكيل عدد من الأمور الجديدة وتنصيب إدارة جديدة اللي بقيادة الأخ الصواط، إذا الأخ الصواط أيضا استقال وتم تشكيل جديد. سبق أنه صار في مشكلة أيضا في كرة الطائرة، سبق أنه صار مشكلة في كرة السلة الآن نشاهد. فأنا أقول أنه مشكلتنا مشكلة كبيرة، أن احنا الاتحادات الرياضية المختلفة نعطي هذه المناصب لأشخاص لا يرغبون أساسا العمل فيها، لانهم اساسا حريصين فقط على كره القدم. فانا اقول ان حتى لو كان في انتخاب ما راح يجونك، ما راح يجون لا لحد. انت لما تشترط ممكن يجي منصور السويلم يصير رئيس اتحاد السله مثلا اللي الان تم تكليفه، ممكن يجي ابراهيم بصيص، ممكن يجي الكابتن اسعد تكروني، ممكن يجي الكابتن علي السنحاني. طيب هذول موجودين معناها في اداريين، اي بس انهم هذول هم اهل اللعبه. طيب ليش ما يصيرون اداريين؟ انت ما ابغى انا ما ابغاهم بس مجرد يصيرون اداريين على اللعبه فقط. انا ابغاهم يصيرون اعضاء مجلس اداره ويتنصبون ياخذون المناصب الرسميه. يعني مثلا الامير طلال بن بدر رئيس اتحاد السله جاء هنا في مع الاخ بدر الفرهود في الدليل القاطع واكد انه عندما تنتهي فترتك في رئاسه اتحاد السله لن يترشح مره اخرى ولن يطلب التجديد لفتره قانونيه اخرى. طيب الشخص هذا اللي الان اللي تمت بعده هو حسن عطله هو مارس لكرة السلة، كان اعرف انه كان لاعب كرة السلة في نادي الاتحاد وكان كابتن للمنتخب وممثل للمنتخبات وكان احد الناس اللي جابوا كاس العرب للسعودية في لبنان، انا كنت احد المراسلين فيها. انا اقول العملية بس مجرد الخطأ هذا قد يحدث وقد لا يحدث. يعني مثلا في كرة السلة يعني ممكن في بعض الالعاب تلعب بدون ارقام مثلا، لكن في كرة السلة مستحيل تلعب بدون ارقام لانها لعبه فيها الاخطاء متكرره. طيب. ولا الحكام اللي داخل الصاله عندما يعطونك الخطا يعطي من خلال الرقم مش من خلال الاسم. طيب. بالارقام. فانا اعتقد انا اقول احنا لازم نغير استراتيجياتنا، انه ابناء كره اليد الذين عاشقوا كره اليد يستلمون اليد، الذين عاشقوا كره السله ايضا، الذين عاشقوا كره الطائره. انا اشوف انه طيب العمليه صارت صعبه جدا، كل ما صار خطا نغير كل الاستراتيجيات. يعني انا اشوف هذا تعميم يا اخي. انا اقول كل ما صار خطا لازم استراتيجيات، لازم من الناشئ، لازم كل شيء. معلش خطا يتعامل مع انه خطا. معلش الان لما انت تجي تتكلم عن نتائجنا في الاولمبياد، ها نتائج جدا متواضعه، ما نبي نكذب على الناس، نتائجنا سواء في السباحة، في الكاراتيه، في التايكاندو، في السلة، في الطائرة، في غيرها. لما تجي مثلا للأندية الجماهيرية والغنية نقول لهم يا أخي اهتموا بالألعاب المختلفة، تلقى مثلا الاهتمام فيه ضعيف. يعني مثلا لما تجي زي نادي أي نادي غني تجي تقول له والله يا أخي احنا ميزانيتنا مثلا في كرة السلة مليون. طيب. يقول لك لا، لما تجي تفتح الصفحه يقول لك ما عندي فلوس، تفتح الصفحه تلقاه موقع عقد مع لاعب اجنبي ب 40 مليون. طيب فما في اهتمام. اسمح لي بس اخذ معنا على الهاتف الامير نواف بن محمد، وهو نائب رئيس بعثه السعوديه في الدوره الخليجيه الاولى. مساء الخير سمو الامير. اهلا وسهلا.
سمو الأمير، كيف تقيم هذا الموقف؟ نعرف أنه تم إصدار قرار، لكن برأيك هل هي المسألة فقط خطأ إداري أم أن المسألة هي أكبر من ذلك؟ لا هو خطأ إداري، يعني إذا لم نحجم أنا نعطي الموضوع أكبر من حجمه، خطأ إداري كبير. أعتقد أنه الدورات المجمعة لها آليتها في العمل، اللجنة الأولمبية السعودية أو أي لجنة أولمبية أخرى تعمل في إعداد استقبال الفرق، وضع برامجهم، إعطائهم كل الخدمات المطلوبة، بحيث أن الجهاز الإداري والفني واللاعبين يؤدوا منافساتهم بطريقة فنية بحتة، مرتاحين من جميع أمورهم. اللي يحصل أنه كل منتخب، الجهاز الفني والجهاز الإداري المختص هو المسؤول فيما يتعلق باللعبة من أمور فنية، يعني الاجتماع الفني اللي قبل المشاركة إن كانت لعبة جماعية أو لعبة فردية، اللي يحضرها دائما وأبدا هو الجهاز الفني المختص من الاتحاد المعني والأجهزة الفنية، المدرب أو مساعد. مع الأسف في اتحاد كرة السلة اللي حضر فقط هو المدير الفني، اللي هو اللاعب الدولي سابقا حسن عبد الله، ولم يحضر معه لا المدرب ولم يحضر معه مساعد المدرب على الأقل، وهذا كان المفروض أنه الأجهزة الفنية تشارك، لأنه المدرب لا يقول لي أنا والله ماني مسؤول ولا أنا هذا الخطأ ما أتحمله أنا، لأنه المدرب المتمكن دائما يشرف على فريقه بجميع الأمور داخل الملعب وخارج الملعب. أنا أحكي من خبرة في ألعاب كثيرة وليس فقط حتى في كرة القدم، كانت أو في السلة أو في الطائرة أو في اليد. اللي حصل أنه حسن عبد الله حضر الاجتماع وأعطي ذوق، كان مسجل فيها في كل يوم متى المباراة وما هو اللبس اللي يجب أنه يعني يكون لابسه. طيب. هو اللون. هو لم يعطي، أولا أضعف الإيمان أنه لم يوزع هذه على المجموعة، والمجموعة اعتمدت عليه اعتماد كلي أنهم يسألونه، فلما جاءت عند المباراة صباحا اللبس الزي لنا قال الزي الأخضر، هو كان الأبيض. فلما وصل يعني هو غلط ثلاثة غلط في نفس الوقت، أولا أنه أعطى معلومة خطأ، المفروض أنه هو بعد الاجتماع الفني أنه على أضعف الإيمان إذا ما كان مع أحد المفروض أنه هو يوزع هذا البرنامج على الأجهزة، على المدرب وعلى من اللي معه، لكن الكل كان يعتمد عليه مع الأسف، وهذا خطأ يعني واضح. الخطأ الثاني أضعف الإيمان لما أخذ الملابس، المفروض أنه أخذ دائما وأبدا في أي مباريات دائما يكون في احتياطي مع الفريق، فكان الأولى أن يأخذ اللون الثاني، لو كان معه كان ما عنده مشكلة، لأنه كان عنده 15 دقيقة كان يقدر يغير وعلى طول يلعب المباراة بدون أي إشكال. صحيح. ما كان معاه، فطبعا راح في 15 دقيقة ما أمداهم يجيبونها ولا شيء، لأنه مستحيل النتيجة. الخطأ هذا بدون شك أنه يحصل في دورة مثل هذه ومن لاعب خبير، بشكل أنه خطأ إداري كبير، لكن لا نضخم الأمور، أنه زي ما قال لك أولا هو حتى لم يفرق بين اتحاد الأثقال وبين اتحاد ألعاب القوة لما قال أنه غير صارت عنده شيء. الحاجة الثانية تكلم عن لاعبين، يعني إذا كان اللاعب الآخر أو أن اللاعبين هم اللي يكونون أعضاء مجلس إدارة، وحتى لو كانوا الخطأ صار باللاعب كقدير له تاريخه مع المنتخب، راح معهم عدة مرات، فوق هذا كله حتى في نادي هو إداري من حوالي 3-4 سنوات. يعني الخطأ اللي حصل وخطأ منه، لكن بدون شك العوامل أنه يحصل خطأ مثل هذا لها توابع أخرى. العمل الدقيق والمتمكن من الاتحاد المعني، أي اتحاد إن كان، لما تصير مشكلة مثل هذه، هذا لا يمكن يجي من فراغ، لأنه لما يعتمد المنتخب ككل على شخص واحد يدير لها المواضيع، هذا هناك نقص إداري واضح أنه موجود، لأنه
الجهاز الفني دائما، احنا نقول الاجهزه الفنيه دائما لما تيجي تشتغل في المملكه وتجد ان الجهاز المشرف عليهم بيعتمد عليهم او بيلقى احد يقوم بعمله، خلاص هو يؤدي الشيء هذا، لكن لما يطلب منه ما هو ملزم فيه ويعرف ان هناك في متابعه ودقه، نعم. هنا يكون العمل دائما في منظومه. بعدين الناس تتعلم من المشاركات. مع الاسف الاتحادات لدينا والاداريين دائما لما يجونا من مع منتخباتهم هناك قصور، يعني في اشياء كثيره نحصلهم لا يعرفوا عنها ولا عنده فكره عنها، ولو عنده واحد يكون عنده فكره بسيطه. هذا من الاشياء اللي احنا علينا الان مع الاسف، وانا اقولها انه لازم تكون هناك ورشه عمل لجميع الاشخاص المشاركين، ويجب ان ينقحوا، يعني بمعنى انه لما يجي احد يبغى يروح معي يمثل اتحاد كرة السلة او اتحاد كرة الطائرة، لازم اشوف هو وين راح، معروف لدي ام لا، اذا مو معروف اجيبه واجلس انا وياه، ويجب ان يكون هناك له عمل دورة مصغرة من اجل ان يؤدي عمله بالشكل المطلوب. هذا احنا هذا شيء مو المفروض ان نسويه، لكنه من الواقع المرير. وعلى فكرة ترى هذه حصلت من كرة اليد 2006 في دورة الالعاب الاسيوية، نفس المشكلة يعني. طيب يا امير اسمح لي، في ازمة كوادر ادارية بحكم خبرتك في الالعاب المختلفة والالعاب القوى ولا ما في؟ في ايش؟ ازمة كوادر ادارية؟ لا 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 ابدا ما في. انا اعتقد انها ازمة ادارة اتحادات الاتحادات الرياضية. المشكلة الحين هذه ظهرت الان. انا ودي اسالك سؤال، لو كانت الدورة هذه لكرة السلة دورة تخص بس اتحاد كرة السلة فقط ليس عن طريق اللجنة الاولمبية، هل تعتقد انها حيكون لها ردة الفعل بالطريقة هذه؟ هنا المشكلة اللي انا ابغى اقولها لك، انه الاتحادات الرياضية تروح وتمثل وليس هناك تقييم لوضعها الفني والإداري بالنسبة لبطولات. اسمح لي أمير معيش، اسمح لي أمير، لما تيجي بعض الأخطاء القاتلة مثل ما حصل من اتحاد الأثقال في الدورة الأولمبية في الصين، أو من كرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة، أو من اتحاد السلة الآن في دورة الألعاب الخليجية الأولى. طيب اسمح لي امير معليش، انا ما عرفت الفرق ما بين انه لو شاركوا تحت اللجنه الاولمبيه ولا الاتحاد، ما فهمت ايش قصدك يعني. الحين المشكله هذه لو حصلت الان ان في بطوله مجلس التعاون، طيب بطوله سله، رده الفعل عليها من قبل من؟ من قبل الاعلام، من قبل الناس، ما راح تكون بنفس الضجه اللي صارت. وليش يا امير اختلفت؟ انا اعلمك ليه، لانه ما في اهتمام اعلامي بالشيء اللي بكون يخصه. يعني اعطيك مثال بسيط، اتحاد السله خسر في بطوله اسيا من الصين فرق 90 نقطه او 85 نقطه. راحت مرت بسلام ولا كان لم يكن. اي بس يا امير المنتخب السعودي هذا طال عمرك، اسمح لي، لو صارت الدوره هذه تحت مظله تحت مظله اللجنه الاولمبيه في الدورات المجمعه، كان شفت التحقيق تغير، وشفت التقييم تغير، وشفت هناك يعني ناس مشيت من الاتحاد الموجود. يعني انا اعتقد انه اللي حصل هذا مع المؤسف انه يحصل في بطوله مثل هذه، لان هذا يدلك انه الاتحاد كاتحاد ليس هناك عنده عمل احترافي. يعني هذا يعني هل من المعقول انه لا شخص واحد يروح يحضر اجتماع الفني ما ياخذ معاه المدرب، ما يروح ولا مساعده واحد منهم؟ طيب يا امير اسمح لي بس اوصف لي الخطا. هو انا قرات اليوم اكثر من وصف، اللي يقول فضيحه واللي يقول كارثه، انت تعتبره خطا فقط؟ هو اسمح لي، طال عمرك كارثه في ايش؟ انه كيف يصير خطا زي هذا في بطوله مثل ذي؟ بدائي تقصد، خطا بدائي؟ طبعا طيب. لانه هذا المفروض اولا الجهاز الفني ما حد راح منهم حضر الاجتماع. بس انت قلت مجرد خطا يا امير في البدايه، يعني كانك يعني اسمح لي هو مجرد خطا. يعني انا اللي ابغى اقوله انه والله الان هو مجرد خطا حصل، الخطا هذا له ابعاده. يعني انا اقصد هو مجرد خطا، صحيح مجرد خطا، لكن ابعاده لا يمكن يكون الخطا هذا يحصل من اتحاد الا اذا كان عنده نقص اصلا في ان هذا يحصل. يعني انا مثلا اعطيك مثال بسيط، يعني لما تيجي انت الحين تعال شوف الانديه في كره القدم، حصل لما يمشي عنده اشياء معينه هذه لا يمكن يتخلى عنها بالنسبه للفريق معاه الاحذيه الله يكرمك اخرى، معاه اشياء مصاحبه لو ما صار. هذه الاشياء المفروض انها تكون متواجده. يعني انا مثلا اجتماع فني، هل من المعقول يروح له بس المدير اداري الفريق فقط؟
وبعدين يطلع منه حتى ما مساعد المدرب اللي معاه او المدرب ما يساله صوره من 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 الشيء المطلوب اللي حصل عليه. طيب. يعني هذه اشياء بدائيه المفروض انها ما تصير. عشان كذا انت طيب. ترى رده الفعل يعني على هذا الموضوع ما هي يعني طيب. شكرا لك سمو الامير على تجاوبك. اهلا وسهلا فيك. شكرا الامير نواف محمد. تعليق سريع اذا سمحت. والله طبعا انا حقيقه يعني امسي على ابو محمد بالخير كثير، الامير نواف بن محمد، حتى وان كان يعني واضح انه متضايق كثير، لكن طبعا انا اعتقد انه انا بالنسبه لي لم اعلق الا تعليق بسيط، ولا اعتقد انه الاعلام ضخم الموضوع اكثر من اللازم. واعتقد انه لما انه كره السله في المملكه العربيه السعوديه يحدث منها هذا الخطا البسيط. طيب. انا اعتقد انه فعلا زي ما قلنا انه يحتاج الى طيب. الى تصويب في هذا الخطا، واعتقد انه الرئاسه العامه رعايه الشباب ان شاء الله قادر على تصويب. طيب. هذا الشيء، ومع تحياتي وتقديري للامير نواف بن محمد، واذا كان متضايق من شيء فانا حقيقه اسف جدا. طيب نرحب بضيفنا التحق بنا الان من جده، زميل عبد الله الشيخ الكاتب الرياضي المعروف. مساء الخير عبد الله. مباشره تعليقك على الموضوع، تأخرت أو إحنا تأخرنا عليك شوي في دقيقة إذا سمحت، كيف تعلق على هذا الموضوع اللي هو موضوع منتخب السلة اليوم؟ مساء الخير عادل، مساء الخير لزميلي سعود، ومساء الخير للسادة المشاهدين. الحقيقة أنا ما راح أضيف إلى كلام الأمير نواف محمد، كلام الزميل سعود، لكن أنا أتصور حقيقة إنه الخطأ لا شك إنه خطأ فادح وكبير جدا يحدث لمنتخب الوطن، منتخب كرة السلة في هذه الدورة الأولى. نعم. ولذلك أنا أعتقد أنه لا يجب أيضا أن نجرد الكابتن حسن عطلة من كل تاريخه الكبير. يعني رجل له تاريخ. نعم. وله تجربة أيضا إدارية ولاعب كبير. لكن تحدث مثل ما قال الأمير نواف محمد في كثير من البطولات. طيب. أيضا هذا أخوي عادل لو سمحت لي أيضا يعني لا يقلل من العمل الكبير جدا جدا لاتحاد كرة السلة برئاسة الأمير طلال بن بدر. يعني خلال السنوات الأخيرة شهدت كرة السلة يعني نقلة كبيرة إلى أبعد الحدود الحقيقة، وتفوقت على كثير من الاتحادات الرياضية. طيب إلى موضوع آخر، وقعت اليوم في خطوة هي الأولى من نوعها في السعودية، الشركة عبد اللطيف جميل مثلثا بقطاع تويوتا، اتفاقية حصرية لرعاية حكام دوري المحترفين السعودي لمدة موسمين، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد السعودي لكرة القدم. التوقيع جاء لمحمد النويصل الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس عادل عزة المدير التنفيذي لسيارات تويوتا الدفع الرباعي. بالتأكيد هذه خطوة جديدة وعهد جديد تشهده الساحة التحكيمية والحكام في المملكة العربية السعودية. عبد الله أبدأ معك هالمرة، كيف تقيم هذه الخطوة؟ هل نستطيع أن نقول أنها بداية عهد جديد للحكام في السعودية؟ هل لها تأثير مباشر على الحكام وعلى أدائهم داخل الملعب، أم أنها فقط مجرد يعني شكليات؟ لا نعم بالتأكيد عادل، يعني خطوة رائعة جدا، ولا شك أنها تأخرت أيضا كثيرا، لكن أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل بالنهاية يعني. ولكن أنا أعتقد إن هذه صراحة تحفز الحكام، ولا شك أيضا يجب أن نشيد أيضا بالتحكيم السعودي خلال هذا الموسم. يعني والحقيقة خلال سنوات كثيرة التحكيم السعودي لا شك هو جيد، وجود الحكم الأجنبي لا يقلل أبدا من كفاءة وقدرات الحكم السعودي، لكن أنا أعتقد أن هذا سراح يحفز الحكم السعودي كثيرا خلال المرحلة المقبلة، ويستحق الحكم السعودي الكثير والكثير خلال المستقبل القريب. طيب معنا على الهاتف الرئيس التنفيذي لهيئة دوري المحترفين الخلوق جدا محمد النويصل. مساء الخير أبو عبد الله. يا هلا ومرحبا، أرحب فيك ورحب بضيوفك الكرام وجميع الأخوة المشاهدين والمستمعين. نبارك لكم أولا هذه الخطوة الجديدة والأولى من نوعها في السعودية وربما في كثير من البلدان. السؤال مباشرة أستاذ محمد، كيف سيستفيد الحكم مباشرة من هذه الخطوة لهيئة الدوري المحترفين؟ أولا المبالغ مباشرة حتدخل حساب اللجنة. الحقيقة التحكيم في السعودية خاصة في هذا الموسم يعني في أفضل حالاته من وجهة نظر الشخصية. نعم. طبعا ما في تحكيم بدون أخطاء. صحيح. لكن في تطور كبير في مجال التحكيم عندنا خاصة مع بداية هذا الموسم. نعم. فالمبالغ اللي حيحصل عليها بمناسبة هذا العقد ستكون تدخل مباشرة إلى حساب لجنة الحكام، هذا حسب توجيه سمو الأمير نواف بن فيصل. وأيضا
ستقوم الهيئة بدفع مبالغ إضافية لتغطية جزء كبير سواء من المحاضرات أو من تجهيزات الحكام أو حتى النقص اللي يكون حاصل في بعض مكافآت الحكام، فيكون مبلغ إن شاء الله طبعا ما يقدر يغطي كل تكاليف الحكام لكن يغطي جزء لا بأس فيه. بالإضافة أنه حسب توجيه سمير أمير نواف أن نحاول نغطي البطولات الأخرى، بعد كذا حننتقل إلى البطولات الأخرى، نبحث عن راعي للحكام وهذا شيء طبيعي بيريحهم نفسيا وايضا لانه بيجدوا مكافاتهم بشكل مباشر. اللي حب اقوله واكد عليه انه ولله الحمد وهذا اللي نسعى له وجود رعاة عندنا في الدوري السعودي، مجموعه من الرعاة المميزين المتواجدين مع الاتحاد الدولي مع الاتحاد الاسيوي مع الاتحاد الاوروبي، يعطي ثقه واطمئنان للشركات الكبيره انها تتواجد مع الهيئه ومع الاتحاد السعودي، وبالتالي ينعكس هذا ايضا على الانديه ان هالرعاه ينتقلون الى 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 الانديه، فيكون في ثقه متبادله بين هذه الاطراف، وهذا اللي نبغى تعدد عدد الرعاه في الدوري ومداخيل مختلفه تساهم في رفع مستوى العمل الاحترافي. وهذا الشيء انا اللي ناكد عليه ان الرعاة الموجودين عندنا في السعوديه ولله الحمد انا واثق من هذا الكلام، اقول لك ان على مستوى اسيا حتى في اليابان اللي هي متقدمه تلاقي يعني الرعاة مختلفين. احنا الرعاة اللي عندنا مثل طيران الامارات، ماستر كارد، طبعا شركه زين، وايضا شركه تويوتا، كلهم من الشركات. اذا ممكن تلاقي في تويوتا في موجوده في اليابان لكن ما تلاقي المجموعه الاخرى الموجوده مع الاتحاد الدولي او مع الوفاء. استاذ محمد اذا تسمح لي، اولا ماذا ستقدمون انتم للشركه مقابل هذه الرعايه؟ طبعا حيظهر شعار الشركه واسمها على فانيلات اللاعبين بطريقه لائقه او مناسبه. الحكام تقصد؟ اي الحكام، نعم. وان شاء الله يوم الاثنين القادم فيه احتفاليه بهذه المناسبه في جده، وحنعرض الفنايل نفسها كيف يكون على مختلف الالوان حتعرض، وفي ايضا بعض الفقرات، ولكن اللي اكد عليه انها بطريقه احترافيه ولائقه ومثل ما هو موجود في اغلب دول العالم. حنستمر في تغطيه نفقات بعض المصروفات، طبعا الهيئه تملك تقريبا 25% من ايضا لوحات الملاعب وايضا من دعم بعض اللجان، مثلا اللجنه الاعلاميه حنحاول ان نغطي مصاريف هذه اللجنه من خلال ايجاد رعاة يخدمون في المجال الاعلامي، لانه عندهم مثلا اعمال خاصه في مراقبه المباريات، في تنظيم المؤتمرات، او حتى في زي الخاص بالناس الموجودين في الملعب في تطوير هذه الخدمات. اللي أكد فيه إن حنعمل بكل ما نقدر عليه من جهد إن نتطور الوضع بشكل كامل قد ما نقدر، وحتشوفون إن شاء الله خلال هذا السنة في تطور كبير في موضوع بيئة الملاعب من ناحية الملاعب الإلكترونية، من ناحية البوابات، من ناحية الخدمات الغذائية، من ناحية الأمن والسلامة. أنا أقول لك وأنا واثق إن شاء الله إن هذا تشاهدون على أرض الواقع، تكلمنا فيه كثيرا لكن قريبا ان شاء الله حتشاهدونا على ارض الواقع وقريبا جدا. طيب الجهود واضحه استاذ محمد، لكن اسمح لي بالنسبه للحكام، هل سيتحسن دخل الحكام ولا فقط هذه تغطي مصاريفهم السابقه؟ لا طبعا في زياده من دوري زين في مبالغ اضافيه تصرف على الحكام، هذا اتفاق بينه وبين لجنه الحكام، وفي ايضا عشان حتى الامانه في اتفاقيه بين هيئه دوري المحترفين والحكام على مبالغ معينه وعلى ايضا دفعات يتم توصيلها لهم، جميع الخدمات اللي يقدمونها يجدون فيها تطوير. سبق ان قمنا مجموعه كبيره من الحكام تشاهدونهم كنا سوى لهم دوره تدريبيه في ايطاليا في مقر اداره الحكام في ايطاليا. نعم. الموسم ما قبل الماضي، ورحنا تقريبا راح حوالي 24 حكم سميناهم حكام المستقبل، وجزء كبير منهم هم اليوم اللي تشاهدونهم. بالاضافه صراحه طبعا الحقيقه مفخره اني اجد حتى الان الدوري افضل حالات الحكام شاهدتها من مواسم عديده، ما اقول مره اخرى ما في اخطاء، صحيح تكون في اخطاء لكن هذه لعبه كره القدم، حتى في كاس العالم تجد في اخطاء من الحكام. اسمح لي استاذ محمد مره ثانيه ارجع اريد اجابه مباشره اذا سمحت، انا ما فهمت اجابتك، هل سيتحسن دخل الحكام بناء اتفاقيه ولا فقط هو سيصرف على الحكام بنفس التكاليف السابقه؟ هذا السؤال. لا التوضيح اللي جاء، الحكام من بدا دوري زين معنى اصح من موسمين احنا رفعنا مبالغ الحكام بدرجه اولى، لكن الحين الوضع ان الحكام بشكل عام ميزانيتهم تصل تقريبا في الموسم حوالي 8 مليون. يعني احنا الحين حنغطي جزء لا باس فيه من هذه الميزانيه احنا كهيئه دوري محترفين اتكلم، لكن ما زال الاتحاد السعودي يدعمهم
المصادر عندهم أخرى أيضا تدعمهم، ولكن إحنا نحاول نغطي خاصة في النواحي المكافآت اللي يحصلونها بعد المباراة إن شاء الله مباشرة، من نواحي التدريب، من نواحي الاجتماعات اللي تنعقد بين فترة وأخرى. وحنعمل زي ما ذكرتك حسب توجيه سمو الأمير نواف أن نغطي أيضا المسابقات الأخرى ونبحث عن رعاة يغطون التكاليف، فبالتالي بعد فترة إن شاء الله حتجد ميزانيتهم مؤمن. إذا ما كانت 80% إلى 60% ممكن تتغطى إن شاء الله مستقبلا على المدى البعيد. هذا شيء إيجابي، بدل ما كنا ما في راعي ولا في أغطية من رعاة، أصبح عندك على الأقل نسبة جيدة جدا تستطيع أن تغطي فيها. هذا حال اللي مرت فيه الأندية، مرت فيه العديد من القطاعات أو الأعمال، وهذا شيء إيجابي احترافي يساعد الأندية على الحكام على أنهم يبدون ذاتيا على الأقل خلال فترة. وهذا أيضا نعمل فيه على الكثير من اللجان إن شاء الله، وإن شاء الله يكون الوضع أفضل. نتمنى إن شاء الله رياضتنا كرة القدم عندنا بشكل عام التوفيق. جهودكم واضحة، شكرا لك أستاذ محمد. ألف ألف شكر لكم حبيبي. شكرا أستاذ محمد النويصر، رئيس تنفيذي لهيئة الدوري المحترفين. سعود، طبعا تعتبر خطوة إيجابية إلى الأمام، لكنني أتمنى أن هذه المبالغ أنها لا تشمل مصاريف الحكام الأجانب، وأن يكون هناك أيضا أمين صندوق للجنة الحكام حتى كامل أجانب الأندية. عادة يتحملونها الأندية. ما أدري عن الأندية، بكرة تقول لك والله الجماعة ذولي عندهم راعي ممكن يكون فيه فلوس. هو الآن أنا ما سمعته كويس، بس يقول أنه مصاريف الحكام تصل إلى 8 مليون في السنة، صح؟ نعم. وهذه رعاية تغطي نسبة. نعم. الآن الآن صار فيه الآن راعي، ما ندري كم الرقم يعني، بس لازم يكون فيه أمين صندوق للجنة الحكام نفسها. هل هناك أمين صندوق للجنة حتى تصرف مباشرة؟ هذا واحد. اثنين، من المؤكد أنه من أسباب تدهور التحكم السعودي في السنوات العشرين الماضية أن هناك ضغط هائل على التحكيم السعودي مقابل مبالغ بسيطة جدا تقدم للحكام. حكم يستلم 300 ريال 400 ريال، من المؤكد أنه لن يكون هناك حكام جيدين عندما يستلمون هذه المبالغ البسيطة. أنا أعتقد اللي أنا سمعتهم كان في توصية من الحكام السابقين زي عبد الرحمن الدام، زي عبد الله الناصر، زي مثيب الجعيد، زي عبد الرحمن الزيد وآخرين، أنه وفلاج شنار، ترتفع هذه المكافآت إلى 2500. هل بعد هذا العقد الرعائي مع عبد اللطيف جميل أنه فعلا كل حكم على حسب مباريات دوري زين سيستلم 2500؟ إن شاء الله. الآن التحكيم السعودي في الستة الأسابيع أو الخمسة الأسابيع الماضية قدموا قدموا تحكيم ممتاز، مش تحسنوا فقط. يعني أنا شفت مطرف القحطاني اليوم في مباراة الهلال الفيصلي كان ممتاز، صالح الهذلول كان ممتاز، مرعي العواجي كان قمة. فأعتقد أن التحكيم بإذن الله سيتطور عندما ندعمه. طيب. الحاجة الوحيدة اللي أنا لاحظها على التحكيم هو أنه الأستاذ عمر المهنا رئيس لجنة الحكام أشوفه يظهر في الإعلام كثير ودائما منفعل ومتوتر. أتمنى أن هذا الانفعال والتوتر أنه يخف حتى لا يدخل يصير طرفا في صراع مع الأندية أو مع الإعلاميين. وين توتر؟ وين شفت؟ أنا شفته مثلا أمس في مداخلة في برنامج المساء الرياضي. طيب كان متوتر جدا، كان يرد على إجابات ويرد على لا سيارة. بس كانت يعني مثلا لما هو يدخل مثلا مع خبير التحكيم في الخلوق جدا الكابتن علي المطلق في برنامج سافرة ويقول انه شخص غير محايد، هذا ما هي جيدة يعني. انا اعتقد هذه تخلق توتر داخل البيت التحكيمي. طيب اما عن تجاوب الاعلام فهذا شيء ايجابي بصراحه، اسمح لي بس اشوف احنا نبغاه يتجاوب. انت اوكي انا ما اقول لك لا يتجاوب، يتجاوب بس انه لا يكون متوتر. طيب يعني الشهاده يعني لله من اكثر رؤساء لجان الحكام اللي يجاوبوا مع الاعلام. انا اقول أنا, أنا, انا انا لا شوف احنا ما نبغى نظلم الناس الثانيين. عبد الله الناصر كان ايضا هو عضو في برنامج سافره. عبد الرحمن الزيد الله يذكره بالخير، انا قلت من اكثر ما قلت هو اكثر، كلهم متجاوبين. بس انا اشوف ان الرجل يعني دائما متوتر رغم انه حكامه في الاسابيع الستة الماضية جيدين. طيب انا اعتقد انهم يستحقون درجة عالية في التقييم. طيب عبد الله، الخطوة هذه هل ترى بانها ستؤثر بشكل مرة ثانية مثل ما سألت محمد النويصر وسرامي، الى اي مدى تقيم مثل هذه الخطوة من قبل هيئة دوري المحترفين؟ على الاقل على الاقل مثل ما قال استاذ محمد ستساهم في سرعة صرف مستحقات الحكام.
والله عادل اخوي يعني الهيئه حقيقه الهيئه الدوليه للمحترفين تقدم عمل جبار وعمل كبير وتقدم خطوات فاعله جدا في طريق الاحتراف او العمل الاحترافي. نعم. انا حقيقه اشدد وحينما يذكر الاستاذ محمد النويصر وهيئه الدوليه للمحترفين لا شك انها تذكر فتشكر، ولذلك يعني الخطوات اللي تقدمها والعمل الكبير الجبار اللي يقدم عمل حقيقه يعني 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 تشكر عليه. طيب. انا اعتقد انه 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 خطوه في الطريق الصحيح لا شك. الحكم السعودي، الحكم السعودي كان منذ فترة طويلة يحتاج إلى هذا الدعم ويحتاج إلى هذا الاهتمام. أنا أعتقد أنه أيضا يجب أن نشكر في الجانب الآخر القطاع الخاص الذي يتفاعل كثيرا مع دوري كرة القدم السعودي ومع اتحاد كرة القدم واللجان المختلفة. حقيقة يجب أن نشكر أيضا شركة تويوتا التي قامت بدورها الحقيقة ودورها الوطني الكبير، ولا شك أني أنا أنتظر من الشركات الأخرى أيضا دور آخر إيجابي على مستوى كرة القدم السعودي. وفي النهاية هي مستفيدة أيضا، ليست يعني فقط مجرد بالتأكيد دعم. عادل بالتأكيد. طيب. ولكن أين الشركات الأخرى التي خطت نفس الخطوة هذه؟ بالتأكيد الفائدة مشتركة أبو تركي. صحيح. شوف الفائدة مشتركة، يعني الشركة لما ترعى التحكيم السعودي فعلا يعني إحنا كان أنا أعرف حكام كثير يعني يشتكون من تأخر المصروفات. صحيح. أول المستحقات لكن من جانب تصل إلى سنوات ترى يطول عمره فيها يعني من جانب فيها ترى حس يعني نوعا ما دعم، يعني في شوية دعم فيها شوية يعني مش استثمارية 100% بالنسبة للشركة بصراحة. إيه بس أيضاً إن التحكيم شوف أنا أعتقد إن التحكيم هو حمال الأسية في الوسط الرياضي. طيب. يعني الحكم إذا نجح لا حد يذكره، وإذا مثلا مجرد خطأ بسيط تتحول هذه المباراة لهذا الخطأ. أنا أعتقد إنه خطوة جدا للأمام يشكر عليها الأستاذ محمد النويصر، وإن شاء الله تصرف جميع حقوق الحكام في وقتها. نتمنى التوفيق إن شاء الله للحكام الذين يقدمون بالأغلبية أغلبية الآراء يعني مستوى جيد. عبد الله تفضل باختصار إذا سمحت. أخوي سعود تكلم عن الحكم عمر مهنا ولجنة الحكام الحالية. نعم. الحقيقة اللجنة هذه أنا تعجبني كثير الحقيقة، يعني في شفافية عالية جدا. أنا أمس حقيقة شفت المداخلة في الأستاذ عمر المهنة، أنا ما أعتقد أنه كان منفعل. الرجل كان يعني تداخل مع الأخوان ومع الزملاء وكان بيوضح بعض النقاط، وهذا من حقه أيضا كرئيس لجنة. العمل الشهري اللي بيصير الآن واجتماعات اللجنة بحضور عدد كبير من الزملاء الإعلاميين في الرياض، لا شك أيضا هذه خطوة أيضا يعني تضع اللجنة أيضا في محك، وتضعها أيضا أمام الإعلام وأمام المجتمع كله الرياضي بعملها، وتخطو خطوات حلوة الحقيقة وجميلة. طيب معلش أنا عندي إضافة بس أقل من 10 ثواني. الحكام أنا طالما أنه هناك الآن راعي، أتمنى أن يكون هناك يتم وضع حكام الخطوط المرمى اللي خلف المرمى، لأن حقيقة مثلا في مباراة الفتح البارح مع القادسية أعتقد أن الفتح انظلم في الهدف الأول. طيب. وأيضا النصر في مباراة الفتح كان أيضا انظلم في الهدف التعادل اللي سجله عنتر. أعتقد أنه بسبب هذه توفر الأموال ممكن وجود الحكم خلف المرميين. في الدوري السعودي في دوري زين اليوم اكتملت الجولة الخامسة بعد اللعب اليوم 3 مباريات، بالتأكيد معدل تهديفي كبير أيضا في هذه الجولة، وصل إلى 25 هدف تقريبا أو بالتحديد في هذه الجولة، وربما ليس لدي إحصائية دقيقة ولكن ربما يكون هو الرقم الأعلى في الجولات الماضية. إجمالا 3 مباريات لعبت. نبدأ أولا بالمباراة المثيرة والدراماتيكية، مباراة الأهلي والتعاون في مباراة شهدت سجالا بين الفريقين، ولكن الأهلي بفيكتور سيمونز أنهى هذه المباراة بالأربعة. وصلت إلى ناصر ومع عماد الحوسني، عماد أخذها خطوة أولى إلى كماتشو، هيا أهل السفاح، جول سفاح الأهلي، عدى وراح، قول سفاح ولا قول سفاح، اجتاح الحصول الدفاعية التعاونية، اجتاح هدف أول يأتي، ميغن ميميلي متواجد أيضا إلى دياب، وهنا خطورة، جول بالله يا صلاح، جرحتهم جرحا كبير وخليت الأهلي في وضع خطير يا صلاح الدين يا عقال. والقادسية مع التعاون، وهنا كرة الحربي عرضية، جول، هذا مثل البدر في يوم يظهر ويغيب باقي الشهر، هو علي التركي يسجل الهدف الثاني، كما تشوف صوب الله، البر يستقبل جول، هي يا
هذا فيكتور، فيكتور سيموس يضعها بالمرمى، جول، هدف ثالث. هذا الطموح وهذا الأمل، لقطة المباراة بكل صراحة، جول السوبر هاتريك، لا جول. يغيب اللي يغيب شيء عادي، لكن غيابك يا جزاوي شيء مو عادي. الجزاوي يسجل الرابع للأهلي، الرابع. سيمونس يتصدر الهدافين بعد هذه المباراة، واللاعبين يتحدثون بعد نهايتها. أول شيء الحمد لله على الفوز، الحمد لله قدرنا نحقق نتيجة كبيرة قدام فريق كبير زي التعاون، الحمد لله نطلع نتيجة المباراة. طبعا رحت لجمهور قدم لهم اعتذار، لأنه في بعض الجماهير جاب بالهم أن أنا كان قصدي أهينهم وأجرحهم بحضوري مباراة الاتحاد، فأنا قدم لهم كل الأسف وأقول لهم أنه مجرد مباراة حضرتها، والأهلي وفريقي هو على قولهم الولد الثاني لي. أول شيء أقول مبروك لجمهور نادي الأهلي ولاعبين نادي الأهلي، وأقول يعطيهم ألف عافية وزملاء اللاعبين يعطيهم ألف عافية. مباراة اليوم طبعا ما لعبنا تقريبا، هو التعاون نفسه اللعب يعني، بس يعني زي ما قلنا نحن قبل كذا، إذا كان في روح التعاون بيلعب. يمكن الشوط الأول كنا أغلبنا ما كنا في الفوق، ممكن منهم أنا، يمكن كنت أسوأ واحد، أنا أعترف هذا الشيء. لكن سجلت جول. أوكي سجلت جول، لكن ما يمنع إنه كان مستوى الشوط الأول ما كان مقنع بالنسبة لي أنا، اللي أنا أشوفه. أوكي بتشوف يمكن المحللين بيقولوا الشوط الثاني ممكن شوي رجعت للمباراة، لكن ورجعنا شوي، اللاعبين اللي كانوا بعيدين رجعوا شوي، لكن الحمد لله يمكن ما استغلينا الفرص اللي جاتنا، رغم أن البلنتي أنا بحكم عليه، بس رأيي أنا مو بلنتي والله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، صراحة كانت مباراة ممتعة ما بين زملاء فريق الأهلي، فريق كبير، وصراحة كانت مباراة حلوة صراحة. جو ضربة جزاء أنا ما أقدر أحكم على التحكيم، في محللين هم يقدرون، والحمد لله المباراة كانت كويسة واستمتعنا فيها كلاعبين. صراحة كنا أقل شيء سهل التعادل، أقل شيء احنا كنا سيطرنا الشوط الثاني أول 20 دقيقة، جاتنا فرص جبنا الحمد لله أقوال، ويعني صراحة كنا أقل شيء نطلع بالتعادل، مو راضين على أنفسنا صراحة. رغم المستوى ما أنتم راضين عن النتيجة ولا مستوى نتيجة؟ لا المستوى كان كويس، بس النتيجة ظلمنا صراحة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، لعبنا مباراة حلوة قدام فريق نادي التعاون، المباراة كانت يعني كويسة، وصراحة البلنتي اللي تقول عليه بلنتي أنا ما مسكته، مش أنا كابتن صلاح اللي يقول، أنا ماني صلاح، هو صلاح اللي يقول بلنتي. أنا نزلت على الكورة واقف، هو جاء العميل جاء طلع فوق ظهري مسكها الحارس، هم حسبوا بلنتي، فأنا يعني خليها المحللين، أنا مالي صلاح. راضي عن مستوى الأهلي؟ راضي عن مشاركتك اليوم الرسمية مع النادي الأهلي؟ والله الواحد يقول الحمد لله، هذه أول مباراة لي مع النادي الأهلي رسمية، وإن شاء الله من أفضل الأفضل. محمد السراح بعد نهاية المباراة تحدث و بالتحديد عن التحكيم. التعاون دائما يلعب مباراة مفتوحة يعني، صحيح يمكن بداية مباراة في جس النبض يعني يعتمد على طبعا أغلاق الدفاع بالبداية، لكن دائما التعاون يعني في كل مبارياته يلعب على مباريات مفتوحة، هذا شيء. الشيء الثاني مباراة يعني أنا أعتقد أن التعاون فايز يعني، وأنا أشعر تماما يعني حتى اللاعبين يعني تو لما تكلمت معهم أشعر أنهم فايزين، وحقيقة قدموا مباراة حلوة جدا وما قصروا. مباراة سلبت منهم، هذا الأمر خارج عن إرادتهم يعني، أخطاء التحكيم كانت علينا، ما كانت أخطاء التحكيم علينا حنا وما كانت على الأهلي، الحمد لله والشكر. على كل حال والله عز وجل بإذن الله تعالى يدري أننا حنا قدمنا كل ما عندنا وبذلنا كل جهد كبير داخل الملعب وقبل قبل قبل تبدأ مباراة، لكن الأمر من الله عز وجل، ما نقدر نسوي فيه شيء. أنا أقول إن يعني مرعي قسى علينا بشكل كبير، لكن أقول حسبي الله. بعيدا عن التحكيم، الفريق ما كان فيه أخطاء في الدفاع؟ شوف إذا أنت بتجازف وتهاجم لابد أن يكون فيه أخطاء، هذه كرة القدم، كرة القدم فيها أخطاء طبيعي جدا. هذا فريق التعاون يوم ناقص 5 لاعبين يعني بطبيعة الحال، لكن أنا أتكلم كنا مهزومين بالشوط الأول، عدنا المباراة رجعنا، بالتالي لنا بلنتي الشوط الأول، لنا بلنتي الشوط الثاني، نحسب علينا بلنتي مو بلنتي، احسبها يعني. أكيد إن التعاون بتضرر، لكن حنا إن شاء الله نقول عزائنا إن شاء الله بالأيام الجاية إنه تحسن هذا الوضع بإذن الله تعالى، لأن هذه الأمور ما هي يعني
ما هي كويسه بالكره السعوديه. نتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى ان يتحسن الوضع الافضل من كذا باذن الله. طبعا ما اقدر اناقش في التحكيم ولكن عشان كذا بحاول اكون معك فنيا. بنقول لكم الا هارد لك باشمهندس، قدمت مباراه جميله صراحه وهارد لكم، وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لجميع الفرق التوفيق. شوف الحكم زي اللاعب، ممكن يخفق وممكن ايش، ممكن يؤدي، ممكن يبدع وممكن يؤدي، لكن انا يعني الشيء الحاجه اللي ودي انبه عليها ان ليش الاخطاء على التعاون بس. لكن الاهلي لا ما حد يشك انه فريق كبير وفريق مميز وفريق جيد، قدم اليوم مباراه حلوه، احنا هذا الامر ما نختلف عليه، لكن احنا كان مقدورنا بدينا الفوز، بدينا على الاقل نطلع متعادلين، لكن كل الامور هذه اللي صارت الشكر الله ما بدنا حيله، لكن احنا عزائنا ان شاء الله بالايام الجايه انه يتحسن. بالاربع جولات الماضيه ما حد تكلم عن المواضيع هذه، كان الوضع تماما مميز، ليش جت المباراه هذه؟ احنا نتمنى ان هذه المباراه ان شاء الله تكون يعني كبوه جواد، والمباراه الجايه ان شاء الله يتحسن الوضع ان شاء الله للافضل. ثقتنا بلجنه التحكيم وبكل القائمين على الكره السعوديه ثقه كبيره جدا. استاذ مرعي من افضل الحكام، لكن اليوم ما وفق، ما كان موفق خاصه تجاه نادي التعاون، يعني هذا اللي عبد الله الشيخ من جده. هل بدا لك اليوم الاهلي فريق جيد، عاد لبداياته الجيده في الدوري بعد يعني كبوه الهلال، أم أنه لم يكن ذلك الفريق القوي على اعتبار أنه يعني انتصر يعني بشق الأنفس على التعاون؟ هو في مثل مباريات الدوري عادل والسباق على النقاط، أعتقد أن النتيجة ممتازة بالنسبة لفريق الأهلي، يعني حقق 3 نقاط صحيح، وأيضا على ملعبه بعد خروجه بخسارة كبيرة أمام الهلال في الأسبوع في الجولة الرابعة. لذلك أنا أعتقد أن الأهلي اليوم حقق الهدف الذي يسعى له، يعني نعم. الأهلي لعب أول 20 دقيقة وآخر 20 دقيقة في المباراة، ولذلك أنا أحيي حقيقة فريق التعاون حقيقة على مستوى الكبير، رغم الـ يعني غياب لاعبين مميزين في الفريق. لا ننسى حقيقة لاعب مثل بدر الخميس هداف الفريق الذي يلعب الآن مع المنتخب في 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 خليجي واحد للألعاب في البحرين، ايضا فهد الثنيان الحارس. لكن انا اعتقد ان الاهلي اليوم حقق الهدف وحقق المراد بالنسبه للمباراه. نعم. مساله التحكيم الذي يتكلم عنها المهندس محمد السراح، انا اعتقد انا شخصيا لا احب دائما الحديث في مساله التحكيم، لكن اعتقد ان الحكم كان حكم جيد، ربما يكون فيه شك نوعا ما في ضربه الجزاء التي احتسبت لصالح الاهلي وتحقق منها الهدف الاهلاوي الثالث. نعم. لكن انا اتصور حقيقه المباراه الفريقين هي قدموا مباراه. نعم. جميله ورائعه وكبيره الحقيقه في مستواها. نعم. سعود توك كنت تتكلم عن التحكيم وتشيد فيه، محمد السراح يقول انه الحكم قسى علينا وان المباراه سلبت منا. والله شوف انا شفت المباراه، انا اعتقد ان التحكيم في مباراه الاهلي والتعاون كان جيد، ولكن انا اعتقد انه الاستاذ محمد السراح يعني تكلم عن موضوع التحكيم والتحكيم، والمفروض انه هو يكون مبسوط لانه فريقه قدم مباراه كبيره من الناحيه الفنيه من الناحيه المهاريه. يعتبر التعاون فايز هو اليوم. انا بالنسبه لي كنت اشاهد المباراه واستمتع، كنت مستمتع باداء فريق نادي التعاون. يعني لعب مباراه فعلا كامل، حتى ما شعرت انه بدر الخميس غايب او فهد الثنيان غايب. لكن انا اعتقد انه السنه هذه نحن في الدوري السعودي، انا اعتقد ان احنا نشاهد افضل دوري سعودي في العشرين سنه الماضيه السنه هذه، وانا متاكد منها. شوف احنا لسه في الجوله السادسه، هناك يعني انا واراهن على الاهلي بالذات، النادي الاهلي السنه هذه حيكون في وضع فني غير طبيعي، والان عنده 12 نقطه يفصل عن المركز الاول 13 نقطه واحده، ومباراه القادمه امام الفتح والتعاون سيلعب مع الانصار. انا اقول لك هناك انديه ستصحو، هناك في الشباب سيكون قوي، الهلال قوي طبعا وهو يعني صاحب الرقم القياسي في البطولات، الاتحاد، الاتفاق، النصر سيصحو، الاهلي. فاعتقد ان احنا قاعدين نشاهد مباريات قمه وقويه. طيب. واحنا امس استمتعنا بمباراه الشباب والاتحاد، كانت مباراه مثيره، واليوم استمتعنا بعدد من المباريات. الفرق التي تاتي من السادس فما تحت مثل التعاون، مثل الفيصلي، مثل الهجر، مثل الفتح وانديه اخرى تقدم حقيقه مباريات. طيب. حتى مثلا سقوط الفتح امس ب1-6 امام القادسيه ليس المستوى الحقيقي للفتح. الفتح كان ضحية التغطية الإعلامية الهائلة التي حصل عليها بعد فوزه على النصر. طيب
إلى المباراة الأخرى اليوم وهي مباراة الفيصلي والهلال والتي فاز فيها الهلال بهدفين دون مقابل. أهداف المباراة. اللعب على طول. شلهوب فريدي بمرر. بهذه النتيجة الهلال يبقى في المركز الثالث بالتأكيد. ردة الفعل بعد المباراة. يمكن الشوط الأول ما ظهرنا بالمستوى المطلوب، كنا بحذر يعني، بالعكس الشوط الثاني يعني حابين نطلع بالمستوى اللي احنا عليه. الحمد لله زي ما انت شايف يعني جاتنا فرص ما استغلناها، جاتهم فرص الهلال استغلوها فرصتين بهدفين، واحنا جاتنا اكثر من فرصه، المفروض يعني نخلص المباراه باكثر من ثلاثه ولا اربع اهداف. نقول ليش ما صار الشيء هذا؟ يمكن قله الخبره، يمكن حظ. قله الخبره خانتكم في الشوط الاول؟ الشوط الاول ولا الشوط الثاني؟ يمكن الشوط الثاني مسكنا زمان المباراه كلها، يمكن 30 دقيقه 35 دقيقه الشوط الثاني مسكين المباراه كلها. الكل شايف ضيعنا اكثر من خمس فرص، ست فرص حقيقيه كلها اهداف. اقول الحمد لله على كل شيء. الحمد لله هذا ثاني مباراة مع بعد المباراة الإعدادية اللي قمنا بها، والحمد لله بيحس بنفسه بشكل جيد الآن بعد الإصابة، والحمد لله الآن يعني بعد الإصابة بيحس بنفسه بشكل جيد، خصوصا أنه أدى تدريب بشكل جيد مع الفريق وسعيد بالعودة ديالو. جميل. هل نعتقد وأن نتحدث كثيرا بأن جاهزيته بدأت تامة الآن لمشاركته مع الفريق؟ Je vois pas pourquoi je serais pas prêt, c'est normal, comme tout sportif de haut niveau, j'ai besoin d'un petit moment pour me remettre à mon meilleur niveau, mais je pense que je suis dans le rythme. Alhamdulillah, الان هو مستعد، ولكن تعرف ان دائما بعض الاصابه لازمك بعض الوقت حتى ترجع للمستوى العادي بتاعك، والحمد لله والان بيشتغل بشكل جيد ومركز في الاستعدادات نتاع الفريق، والحمد لله الان بحس بنفسه بشكل جيد. جميل. بشكل عام كيف راى فريقه هذا اليوم في هذه المباراه؟ Tu peux dire sur le match parce que comment t'as vu l'équipe de Hilal ce jour-là? On a eu beaucoup d'occasions. Je pense qu'on a des petits problèmes d'efficacité, mais sinon on a maîtrisé le match contre une équipe qui était dangereuse sur coup de pied arrêté. Alhamdulillah, كان مباراة جيدة وكانت عندنا إمكانيات كنا نسجل أهداف وكانت عندنا فرص عديدة. الفريق الفيصلي ما كان فريق سهل، خصوصا الكرات ضربات الخطأ كانت عندهم بشكل جيد، كانوا ضربات الثابتة كانوا بيلعبوا بشكل جيد، ولكن الحمد لله أهم شيء هو الفوز. الحمد لله شكرا. طبعا بصراحة أتكلم بصراحة كنا في أسوأ حالاتنا، لكن الحمد لله ما دام انه في اسوء حالتنا حصلنا على ثلاث نقاط مهمه، وان شاء الله يعني نعدل من وضعنا. انت عارف ان يعني اخر مره كانت مع الاهلي لعبنا مباراه حلوه وكنا ودنا ان نستمر، لكن الايقاف والمنتخب يعني فتره التوقف قصدي، وان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله. هذا اليوم كيف لعب عبد العزيز الدوسري، كيف لعب محمد الشلهوب في هذه التشكيله تحديدا؟ يعني شاهد يعني محور ارتكاز واحد، الانطلاقات هي كانت عن طريق الشلهوب والدوسري. هو طبعا كان تكتيك معين من مدرب الفريق، الحمد لله يعني قدرنا او يعني ما قدرنا ان يعني شو اسمه حاولنا ان نعطي كل ما عندنا،
لكن اليوم ما كنا في وضعنا الطبيعي صراحة، كان وضعنا صعب. فريق الفيصلي لعب مباراة حلوة، وكنا أصلا متوقعين حتى قبل كذا أنها راح تكون مباراة صعبة، لأن فريق الفيصلي يعني فريق متطور، فريق قوي، وعلى أرضه يلعب كورة حلوة. سعود، الهلال برأيك هل فاز بصعوبة؟ شلهوب يقول كنا في أسوأ حالاتنا. لا، الهلال فاز بالتخصص، معروف أنه كل مواجهات الهلال والفيصلي منذ أن حضر الفيصلي لدور الزين للمحترفين وهي تذهب لصالح نادي الهلال كلها، يعني على ذمتك. فالهلال إيه؟ نعم، ها؟ على ذمتك هذا طبعا إيه. فهو كلها يعني معروف أنه الهلال يعني في التخصص يكسب، لكن أنا حقيقة الهلال أثبت أنه طبعا الفارس الأول اللي راهن عليه في كل هذه المسابقة، اللي طبعا البطولة هذه هي دوري جيل المحترفين، تعتبر البطولة المفضلة للهلال، هو صاحب الرقم القياسي فيها. الهلال طبعا عاد بقوة. الشيء الغريب يعني اللي أنا اليوم يعني شوف، مدير الفريق الكابتن سامي الجابر في لندن لحضور دورة تدريبية، ما حسيت أنه في غياب عن هذا المركز من واحد زي سامي الجابر له ثقله. هذا يؤكد انه العمل الهلالي داخل المنظومه الهلاليه هو عمل مؤسساتي. نعم. ها، حضر المسؤول او غاب، العمل قائم، كل شيء ماشي في 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 حينه. فنعتقد ان الهلال بهذه المباراه اكد انه طبعا سيواصل زحفه والضغط على الاتفاق والشباب والاتحاد والاهلي من اجل خطف المقدمه. طبعا الهلال سيلعب المباراه القادمه امام فريق القادسيه الفائز بنصف درجن على فريق الفتح يوم امس. عبد الله، انا اعتقد الهلال يعرف يتعامل ابو تركي مع المباريات التي خارج ارضه، ولذلك ليس غريبا ان يكسب الفريق الهلالي مباراته الليله. لكن في تصوري الهلال يعني ربما خالف اخوي سعود، الهلال ليس هو الهلال، ليس هو هلال الموسم الماضي، ولكن يعني الهلال يخطو خطواته الجيده، لانه فعلا الفوز بالثلاث نقاط مع ثلاث نقاط اخرى مع ثلاث نقاط اخرى، وبالتالي في بنك الدوري هذه كلها تحسب له. الهلال لا شك انه احد يعني الفرسان التي ممكن نراهن عليها في على بطوله الدوري والمنافسه. طيب بعد الفاصل ان شاء الله الجزء الاول انتهى. بس استاذ عبد الله، ترى الفرق الثانيه تراها متطوره، يعني مثلا زي الاهلي اللي يوفق في عدد من اللاعبين الاجانب اصبح يعني فارس قوي ويلعب مباريات كبيره جدا ويسجل اهداف كثيره جدا. يعني في انديه تطورت عن العام الماضي. العام الماضي كان الهلال يعني من اسبوع تقريبا 20 والدوري محسوم. طيب السنه هذه طبعا سيحدث العكس. صعب. طيب وش العكس؟ العكس انه حتكون في منافسه، في بريسنج على البطل نفسه. طيب. يعني زي الهلال من المستحيل انه يكسب كل المباريات، يعني والدليل انه خسر في الجوله الثامنه او الثانيه. طيب بعد الفاصل سنعود لمتابعه الجزء الثاني من الملعب وفيه. مالك معاذ في النصر يقود فريقه الى الفوز الثاني في الدوري. فيكتور سيمونز يتصدر الهدافين بعد هاتريك اليوم في التعاون. سراح بعد الخسارة، مرعي العواجي قسى علينا. اجتماع مكاوي تاريخي في منزل صالح كامل بحضور طلعت تونسي. صالح كامل للملعب، سأطبق الخصخصة في الوحدة قريبا. بعد اعترافه بالاعتراضات رفض استئناف الجريني. مشاهدينا في الجزء الثاني من الملعب، نرحب بضيفينا سعود الصرامي من الرياض وعبد الله الشيخي من جدة مع حفظ الألقاب. نعود إلى المباراة الثالثة اليوم التي قيمت في دوري زي، مهم مباراة الهجر والنصر
النصر اليوم يعود لمصالحة جماهيره ويعود إلى أجواء الانتصارات وإلى دائرة الفرح بعد فوزه بثلاثة أهداف دون مقابل. مالك معاد يسجل أول أهدافه الرسمية مع النصر. منقولة تهيأت بشكل حلو. مر النصر بدأ يبرر، بدأ يأخذ مساحات، ينتظر اللي جاي من الخلف. باولو بينو صوب، الله، صبر النصر قبل النهاية، صبر النصر قبل النهاية. باولو بينو سجل أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة. قال النصر قبل النهاية. كرة منقولة، فرانكلين راح يلعب مهاجم لأنه عنده إمكانيات ضربة الرأس. هل بحسب كرة منقولة؟ جول جول جول، الله، ياخذ كورته طويلة وعالية، ثالثة هياها، اوصلت الى البخيطان، عدت ريان، ما زال ريان حاولها، صوبها، ثالثة ثالثة. النصر بهذه النتيجة يتقدم إلى المركز السابع بعد فوزه بثلاثة أهداف دون مقابل. بالتأكيد سعود إسرامي، كيف اليوم نستطيع أن نقيم النصر؟ كل المسؤولين في النصر قالوا بأن نعدكم بتحسن في المستوى، هل شاهدت اليوم تحسن وهل استفاد النصر من فترة التوقف؟ طبعا استفاد كثير. يعني شوف، انا بالنسبه لي لازلت اكد واكرر انه النصر يملك افضل اللاعبين المحليين الموجودين في المملكه العربيه السعوديه. هذه المشكله الوحيده، انه النصر عنده ضغط رهيب على اللاعبين. ها، من قبل ولا من؟ ها، من قبل من؟ من قبل النصراويين انفسهم. من قبل النصراويين انفسهم. يعني ما في الان مثلا بعد الهزيمه من الفتح هناك مطالب شديدة بطرد الإدارة، مطالب شديدة بطرد اللاعبين الأجانب. يعني في وسط الموسم تطالب بهذه الأمور، المفروض علاج هذا الشيء هو رفع المعنويات. يعني أنا مرة من المرات قبل في شهر رمضان قلت المرتبات، صرف المرتبات أهم شيء. لما صرف راتب قبل أمس تأكدت أنه النصر سيكون في حالة ممتازة. مشكلة النصراويين أيضا أنهم عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، وعندهم إعلاميين كثير جدا. في السابق كان عندهم إعلاميين بس ما كان عندهم صحف. الآن أصبح هم صاحب المركز الأول في الصحف الإلكترونية. أصبح من لا إعلام إلى الأول في الإعلام. سببت ضغط في كل شيء، انتقادات هائلة جدا للإداريين، انتقادات هائلة للاعبين، انتقادات هائلة للعاملين في النادي من أعضاء الشرف، من الإدارة، من الجهاز، كل شيء على طول منتقد، حتى الإعلاميين أنفسهم ينتقد. فالعملية صارت فيه ضغط هائل جدا على نادي النصر. أنا أعتقد النصر اليوم انطلق إلى الفوز، ومباراة القادمة ستكون مع المتصدر الاتفاق هنا في الرياض. وأنا متأكد أن النصر سيكون في وضع فني أفضل في مباراة الاتفاق القادمة. عبد الله، هل يعني نقول لجماهير النصر أنه يجب أن تتفائلوا بهذه النتيجة أم أنها مجرد مباراة؟ لا يجب أن تتفاعل الحقيقة، لأنه الفريق النصراوي أنا أعتقد لن يخرج من 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 المنافسة، سيكون منافس إلى آخر الوقت. الفريق النصراوي لديه الحقيقة عوامل كثيرة تساعد على أن يكون منافس. أنا أعتقد اللاعبين المحليين الحقيقة هم من أفضل اللاعبين، لا أقول أفضل يعني كما يقول أخوي سعود، لكن من أفضل اللاعبين الحقيقة موجودين في القائمة النصراوية. الشيء الثاني أيضا الأجانب في نادي النصر لم يظهروا بالشكل الجيد يعني الذي ممكن يخدم الفريق خلال هذا الموسم. موسم لا شك موسم طويل، لكن أعتقد اليوم النصراويين كسبوا يعني وجود مالك اليوم. أنا أعتقد أنه ليس فقط النصر لكن كرة القدم السعودية، أنا أتمنى حقيقة أن يعود مالك بمستواه الذي نعرفه عنه. طيب، يعني من خلال الفريق النصراوي في هذا الموسم النصر سيعود أخوي عادل، وسيكون له يعني حظوظ قوية في المنافسة على البطولة. نعم، ردة الفعل بعد نهاية المباراة جاءت بالتأكيد من الجانبين، نتابع. أنا أول شيء بنحكي الحمد لله، يعني فريق النصر فريق كبير،
عنده عناصر خبرة وعنده لعيب كبار، واحنا يعني فريقنا لسه بده يعني عناصر صغيرة وبدنا شوية خبرة في الدوري. تقريبا أكثر من عنصر بأول مرة يلعب في الدوري الممتاز، والحمد لله على كل شيء. يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال كسبنا 3 نقاط مع فريق صراحة جدا رائع. الجمهور صراحة ما كان راضي ونحن ما احنا راضين، لكن جاء الوقت المناسب اللي نقدم له، وإن شاء الله المباراة القادمة نقدم أحسن من كده إن شاء الله بإذن الله، ولسه هذا مو مستوانا إن شاء الله بإذن الله بنقدم أفضل منهم. مالك يعني أعرفك كثير وأعرف يعني أنك دائما صريح، مريت في مرحلة يعني انعدام إذا جاز التعبير ما فيها توازن فني بالنسبة لمالك، حتى أنه أنا شخصيا ما كنت أتصور أنه يوم من الأيام الهلاويين يقولوا لك تفضل العب في النصر. لعبت في النصر، تشعر بأنه النصر هو اللي حيكون بوابة لمالك معاذ عشان يبقى مالك هو مالك؟ والله إن شاء الله بإذن الله. صراحة أنا أشكر إدارة الإدارة النصراوية اللي عملت معي أشياء كثير، وكل مباراة بتقدم معي التعامل النفسي والجو الصحي بتقدم لي هو، وأنا بقدم له إن شاء الله. كل ما أكون مرتاح إن شاء الله أنا بقدم الشيء اللي يريح إن شاء الله بإذن الله. أول شيء الحمد لله طبعا على الفوز، وطبعا أداء يعني وكان مقرون بالنتيجة الحمد لله، يعني قدرنا نسعد الجمهور وقدرنا يعني راضيهم، يعني بما أنهم زعلانين علينا وشايلين علينا، لكن ان شاء الله الجاي افضل من كذا ان شاء الله. ويعني ما اتمنى يعني حز بالخاطر لما يتوقع اي واحد من الجماهير النصراويه هذه ان زعلوا يعني يهون علينا بالطريقه اللي هم يتصورونها، ولكن نقول لهم يعني زعلكم يعني غالي علينا، وانتم شايفين يعني نحاول ان نسعدكم قدر ما نقدر ان شاء الله، وهذه بدايه التصحيح واتمنى ما تخلون عنا. يعني والله طبعا زي ما الجميع عارف يعني فتره التوقف يعني اشتغلنا على امور كثيره، حاولنا يعني نجلس مع بعض ونشوف يعني وش الاشياء وش الامور اللي ناقصتنا، يعني اجتمعنا مع الاداره اجتمعنا مع المدرب، والمدرب حاول يصحح بعض الاخطاء يعني في ال4 جولات الاولى. الحمد لله يعني بتكاتف الجميع، انت شفتوا اليوم كره حلوه وشفتوا مستوى نتيجه، وطبعا مع كامل احترام الهجر، ولكن مو الطموح انك تفوز على هجر، الطموح ان نحقق بطوله ونرضيهم. طبعا ما نقول له من هذا كل شيء، ان شاء الله هذه البدايه وان شاء الله نسعدهم في الجايات. سعود مالك يعود ويسجل وطبعا لا يخيب ظن النصراويين. طبعا هذا اليوم طبعا باستثناء مباراة الودية امام المجل هو سجل هدف، لكن صحيح. اليوم تعتبر هدفين زي ما قلت، الاول هدفين رسميه للكابتن مالك. انا الحقيقه طبعا الكابتن مالك من المهاجمين الخلوقين، المهاجمين المحترمين، المهاجمين اصحاب الخلق الرفيع. نعم. والمستويات الكبيره. واعتقد انه ان شاء الله سيكون ظاله النصر في خط المقدمه في هذا الموسم. نعم. الغريب اليوم في المباراه لما فاز النصر لم احد يتحدث عن الجريني. انا بالنسبه لي ما ابغى اقول اني انا دافع عن الكابتن سلمان الجريني او انتقد سلمان الجريني، انا اقول يا شباب خلوكم محايدين، يعني انكم انصفوا الرجل. يعني المشكله اذا خسر الفريق النصراوي كلها تتحمل على شخص الجريني، واذا كسب تجاهلوا هذا الشخص. مني تجاهل الاعلام النصراوي، انا اتكلم لك انه في ضغط على الرجل، انا اقول خلوكم محايدين. النصر لازلت اقولها واكررها وانا متاكد فيها، النصر فريق كبير ولديه جمهور عريض، ويستطيع ان ينافس الانديه الاتحاد والهلال والشباب والاهلي والاتفاق على الدوري، ولكن يحتاج الى رفع المعنويات، يحتاج الى المسانده، يحتاج الى صرف المستحقات في وقتها بدون تاخير. اذا استطاعت اداره نادي النصر توفير كل هذه الاجواء فتاكد ان النصر سيكون منظره جميل، وانا متاكد ان النصر في مباراه الاتفاق القادمه مع المتصدر الاتفاق حاليا ستكون مباراه كبيره، ولا استبعد ابدا ان يكسب النصر هذه المباراه. نعم طبعا هذه كل المباريات بالتأكيد. اليوم الشباب حسبوا الأهداف 16 هدف من 25 هدف اللي جابوها أجانب أو لاعبين محترفين. بالتأكيد غدا إن شاء الله سنعرض كل الأهداف، وسنعرض أيضا أجمل الأهداف وكذلك أفضل لاعب في الجولة وأفضل مدرب إن شاء الله غدا في حلقة الأحد بعد نهاية هذه الجولة. بس نذكركم الآن بالنتائج اليوم وأيضا سلم الترتيب بعد نهاية الجولة الخامسة. المركز الأول يحافظ عليه الاتفاق، ثم الشباب في المركز الثاني، الهلال في المركز الثالث، الأهلي في المركز الرابع، والقادسية في المركز الخامس، الاتحاد في المركز السادس، ثم النصر يتقدم إلى المركز السابع. وفي المركز الثامن الفيصلي، بعده يأتي الفتح، ثم نجران، ثم التعاون، ثم هجر، ثم الرائد، وأخيرا الأنصار.
اليوم أصدرت لجنة الاستئناف قرارها برفض استئناف سلمان القريني مدير الكرة بنادي النصر بعد استئناف رفعه ضد الإيقاف التي تم أو الذي تم تطبيقه فعليا بمباراة واحدة بعد أن أوقف في المباراة الماضية. رفض لجنة الاستئناف جاء بكثير من التفاصيل القانونية ولكن ثلاث صفحات بالتأكيد لا نستطيع أن نستعرضها، ولكن مجمل ما جاء في أنه حسب ما ذكروا أن المستأنف لم ينكر قيامه بسلوكيات اعتراضية إلا أنه يراه غير مؤثر في سير المباراة، وحيث أن المخالفات تنطلق في أساسها التشريعي من تأثيرها على سلامة وصحة سير اللعبة، مما يعني أن التأثير على سير المباراة كان متحققا بمجرد ارتكاب الفعل المخالف للائحة وهو الاعتراض على قرارات الحكام. وبالتأكيد بناء على ذلك وبناء على المواد الموجودة في القرار تم رفض الاستئناف، قبوله شكلا ورفضه موضوعا. في تفصيل كثير فني او قانوني سعود في القرار ولكنه طويل حقيقه لا نستطيع ان نستعرضه، لكن اجمالا لجنه الاستئناف تقول ان اعتراضك غير مقبول طالما انك يعني اعترفت بان في اعتراض ولكنها لا تفسر حسب الاعتراضات الموجوده في اللائحه، فاذا وما في شيء يثبت غير ذلك. سلمان القريني يعترض على انه ما في صوره، ذكروا ايضا في القرار بان الصوره يعني غير ماخوذ فيها طالما ان تقرير الحكم يعتبر من اقوى الادله الاثبات الاثبات نظاما وفقا للماده 14، ولا يحتاج لتصويره او لا يحتاج لتصوير مرئي حتى يعضده. شوف يعني انا حقيقه انا اساسا ضد عمليه انك تستأنف لمباراه واحده، بس هو الكابتن سلمان القريني برر للمشاهدين انها اتخاذ موقف، يقول لك بدل ما يعطوني خطاب يعني شكر كذا، برر هذا الشيء في برنامج الملعب تحديدا. صحيح. لكن لما تتكلم عن تقرير الحكم هناك يعني في اختلاف كبير بين تقرير الحكم وتصريح رئيس لجنه الحكام الاستاذ عمر المهنا. نعم. الاستاذ عمر المهنا قال في تصريحاته الفضائيه انه الحكم اخطا في إبعاد الكابتن سلمان القريني، حتى في الاجتماع اللي يسميه الاجتماع الشهري أوضح هذا الشيء، أنه قرار إبعاد سلمان القريني في مباراة الفيصلي كان قرارا خاطئا من حكم المباراة خليل جلال. فلما أنت تتكلم عن 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 الآن لغتين، تقرير الحكم يدين الشخص القريني، وتقرير وكلام رئيس لجنة الحكام لا يدين الكابتن سلمان القريني، هنا نعم. أعتبر فيه تناقض، وأعتقد أنه المفروض أنه الاستئناف ما كان في محله من الأستاذ سلمان القريني، لأنه حقيقة دفع حتى يقول لك من ماله الخاص 10,000 ريال. طيب. وأعتقد أنه مباراة واحدة ما كانت مضرة. طيب عبد الله، سلمان كان الكابتن سلمان القريني كان يتحدث عن مسألة مبدأ بغض النظر، لأنه هو استأنف بعد ما طبقت العقوبة أو أنه كانت المباراة قريبة فبالتالي ستطبق العقوبة إجمالا، لكنه استأنف لتحقيق مبدأ على حد قوله معنا في الملعب. ثم أن عمر المهنا أيضا قال أيضا في حديث الإعلاميين كما قال سعود الصرامي بأن إبعاد سلمان القريني لم يكن صحيحا، كيف يقر رئيس لجنة الحكام بأن الإبعاد لم يكن صحيحا في المقابل لجنة الاستئناف ترفض استئناف سلمان القريني؟ عادل، الكابتن سلمان القريني من الشخصيات الحقيقة التي تتمتع بخلق رفيع الحقيقة، ولذلك هو أنا أعتقد أنه أحد المكاسب الحقيقة في الفريق النصراوي. نعم. أنا أتصور إنه الرجل يقدم عمل كبير، لكن بالنهاية ترى يعني مثل هذه القضايا لا شك أنها جزء من لعبة كرة القدم. نعم. ولذلك قد يكون تقرير الحكم فيه شيء من الإساءة للحكم، وهذا تحصل في كرة القدم. يعني لا يمكن أن نقول والله إن الكابتن سلمان القريني لم يتحدث، لم يتلفظ، لم يعترض، لذلك هو مسؤول عن فريقه، وبالتالي ستخرج منه بعض الأمور التي ربما يراها الحكم يعني اعتراض على قراراته، وبالتالي اعتراضات كبيرة يعني توجب أن 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 يكتب في 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 تقريره أن 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 هذا الشخص تهجم عليه أو تكلم عليه. طيب. لكن أنا أعتقد إنه مسألة الخلاف لا تعني أو الاختلاف بين رئيس اللجنة والحكم الدولي خليل الجلال أنها قضية في النهاية اتخذ القرار، والكابتن سلمان القريني يريد حقيقة أن يبرر موقفه وهذا حقه يعني المشروع. إجمالا لا بس يعني أنت تتكلم عن تقرير، أنت تتكلم عن تقرير، التقرير هذا سيعده الحكم ويرفعه إلى الرئيس. نعم. ولا لا؟ نعم. الرئيس هو في النهاية عمر المهنا. صحيح. عمر المهنا قال للجميع
للمتعاطين مع المشهد الرياضي السعودي أن قرار إبعاد الكابتن سلمان القريني لم يكن قرارا سليما، فمعناها أنه في تناقض هنا بين ما يرفع رسميا وما يقال شفهيا. هذه وجهة نظري في هذا الموضوع. طيب إجمالا هذا ما يخص هذا الموضوع. في بالتأكيد غدا بالمناسبة إن شاء الله الساعة 9 برنامج صافرة مع زميل سلمان الهويمل، وبالتأكيد الخبير التحكيمي على المطلق سوف يكون الحديث عن كل الحالات التحكيمية في هذه الجولة وكل الحالات التي أثارت شيئا من الجدل والسؤال في الشارع الرياضي. فقط للتذكير ندعوكم لمتابعة إن شاء الله غدا الساعة 9. والكابتن علي المطلق ترى يعني محلل محايد، صحيح، رغم أنه لجنة الحكام يعني قال على لسان الأستاذ إبراهيم العمر نائب رئيس لجنة الحكام قال أنه محلل غير محايد. طيب. أنا وجهة نظري أنه محلل ممتاز ومحايد وله يعني باع طويل في اللجنة. طيب. شكرا لك. في جانب آخر، اليوم في مكة شهد منزل الشيخ صالح كامل وهو رجل الأعمال المعروف ورئيس اللجنة المكلفة لدراسة شؤون أوضاع الوحدة، شهد اليوم اجتماعا مكويا تاريخي شهد حضورا من جميع الفئات والأطياف من أهل مكة ومحبي نادي الوحدة لمناقشة آخر الأوضاع وآخر المستجدات في نادي الوحدة وأيضا مستقبل الوحدة في دوري الدرجة الأولى ومستقبل النادي بشكل عام. شهد أيضا مناقشة العديد من الأمور التي تخص القرارات الأخيرة أو مجلس الإدارة الجديد. يذكر بأن اليوم الاجتماع شهد حضور الرئيس السابق لنادي الوحدة وهو السيد جمال تونسي. العمدة تتكلم عن العلاقات العامة جانب كفاية في إعادة جذب جماهير نادي الوحدة. أنا يعني أقول لكم حاجة، قبل 5-6 سنوات حضرت مباراة الوحدة والنصر في مكة المكرمة وتألمت جدا أن وجدت جماهير نادي الوحدة يعادلوا ربع ونحضر مباراة في مكة المكرمة ما يشكلوا 25-30% من الجماهير، فهذه يعني. الزميل نايف مشهور توارد في هذا الاجتماع التاريخي والتقى بعدد من الأطراف، بالتأكيد ابتدأ بالحديث مع صالح كامل الذي قال أنه أول المطالبين بالخصخصة وأنه سيطبقها في الوحدة. والله أنا أمنيتي أنه يكون في مكة نادي واحد كبير ويتخصص بأجهزة مختلفة، فهي أمنية أسأل الله أن يحققها. الشيخ صالح كامل نجح في الاستثمار في الرياضة السعودية إعلاميا، هل سنشاهد ذلك بمشيئة الله تعالى النجاح والاستثمار في نادي الوحدة خلال الفترة المقبلة؟ والله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا، أنا وإخواني أعضاء مجالس الإدارة السابقين ومجلس الإدارة الحالي وأعضاء اللجنة العليا التي شكلها سمو رئيس رعاية الشباب، أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى جميعا لكي نؤدي ما يجب نحو مكة ونحو نادي الوحدة بالتأكيد. هذا حديث لصالح كامل. بالمناسبة فقط أنه في العناوين إحنا قلنا طلعت تونسي واللي حضر جمال تونسي وليس طلعت، اختلطت علينا الأسماء. إجمالا هو حضر وهو رئيس الوحدة السابق، وبالتأكيد نستمع إلى حديثه بعد قليل، لكن الآن سنتابع حديث للرئيس الجديد لنادي الوحدة الإعلامي المعروف علي داود. والله لسه ما نقدر نستبق للأحداث، القرارات عند الشيخ صالح كامل ومع مجلس الإدارة سعادة الأستاذ علي داود، وإن شاء الله بإذن الله هم اللي سوف يطلعوا الجميع عن ما سوف يتم لخدمة لتطوير نادي الوحدة إن شاء الله في المستقبل القريب. هناك عبارة يقول لك فيها لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي، نسمع منك اليوم ولا في عودة إن شاء الله قريبة؟ والله شوف إحنا وحداوية الأصل والمنشأ والولادة،
ولا يمكن ان نتخلى عن ولا يمكن ان نتخلى عن نادينا مهما كانت الاسباب ومهما كانت الظروف. فاحنا اخوان احباء نتعاون في السراء والضراء لخدمه مكه المكرمه من خلال نادي الوحده، وان شاء الله ما نتخلى عن نادينا مهما كانت الاسباب. ابو رامي، تختصر مشوارك الاخير مع نادي الوحده، او عفوا المشوار الرئاسي مع نادي الوحده في عباره. والله اول شيء اقول الحمد لله الذي وفقني على ما انعم به علي في خدمه هذا الكيان، والفرصه الان متاحه للاستاذ علي داود، وان شاء الله باذن الله هو اهل هذه المسؤوليه، واحنا نكون سنده بعد الله عز وجل في تحقيق اهداف ومحبين نادي الوحده، وان شاء الله التوفيق يكون حليف الجميع. حديث جمال تونسي وليس علي داود. اجمالا هو بالتاكيد لان الماده لم تصل الى قبل دقائق من بدايه البرنامج، فالشباب نشكرهم حقيقه على جهودهم في انهم يعني قدر المستطاع حاولوا، لان الاجتماع كان اليوم وانتهى يعني تقريبا الساعه 10:30، فبالتالي سنحاول ان شاء الله نعرض اغلب ما جاء في هذا الاجتماع. الان سنتابع حديث علي داود. شوف، هو يعني الصوره العريضه او المعلم او العنوان العريض لهذا الموضوع، انت شوف ثلاثه من رؤساء الوحده السابقين بالاضافه الى انا موجود معاهم بالاضافه لامين العاصمه المقدسه، وكل ده كان بيتم في منزل الشيخ صالح كامل وتحت رعايته ووجود اكبر عدد من اعضاء الشرف. ده اجتماع لم يحدث في تاريخ الوحده، يعني عمره لم يلتقي رئيسان متعاقبان في ليله واحده، فما بالك نحن الان اربع رؤساء تقريبا موجودين للنادي. ده بيدي مؤشر وانطباع للناس انه الوحده عائده ان شاء الله لمعناها لكلمه الوحده، وايضا اللعيبه زي ما شفنا استبشرنا بهم خير وهم مستبشرين خير بالمرحله، وحيتحدثوا بصراحه وحنلبي كل رغباتهم. واحنا اليوم يعني يمكن بنصرف ثلاث مرتبات للاعبين متاخره، لانه ده الاحتراف، لا يمكن انك يعني اللاعب المحترف او اللي بياخذ عقد من النادي بيعيش من هذا العقد، فما في موظف يقبل في البلد انه تاخر ثلاث شهور. فمن ابرز الامور تسيير امور النادي بشكل احترافي احنا كاداره، وبشكل استثماري وبشكل مالي من اللجنه الفنيه العليا. نتكلم عن هل هناك في قرارات كانت اتخذت خلال الاجتماع او بس ملفات سيتم مناقشتها؟ لا، في قرارات طبعا، في قرارات تفعيل بحيث انه في نادي الوحده ما كان يعسكر في المنشاه لانه لم يكن مهيئ، بيفعل الان وستقام ان شاء الله معسكرات الوحده القادمه في نادي الوحده، سيكون معسكر الوحده القادم في مكة المكرمة حتى لا نبعد اللاعبين عن أهلهم وزويهم، وبالتالي لا يزيد عليهم الضغط النفسي. في تغييرات كثيرة حتحصل، في طلب أنه تفعيل القدرات خري الإدارة، يعني إحنا 11 شخص في مجلس الإدارة غير كافي، كل زي ما سمعت الدكتور عبد البخاري الدكتور محمود كسناوي كل الأبحاث وكل الدروس اللي كانت على ورق موجودة حيعاد إن شاء الله تطبيقها في نادي الوحدة. سنؤسس ما يسمى مجلس رئاسي للوحدة، كل رؤساء الوحدة السابقين سيلتقوا في مجلس واحد، وسنلتقي على الأقل شهريا في عند أحد هؤلاء الرؤساء لنتابع ونواصل ونستفيد من خبرة بعضنا البعض. شكرا للزميل نايف مشهور، اليوم يعني ماراثون عشان يوصل للتلفزيون ويحقن لنا المادة في الوقت وحتى نستطيع أن نظهر بها في هذا اليوم، لأن الاجتماع انتهى بالكاد قبل بداية البرنامج بدقائق. شكرا له، وشكرا لي أيضا للوحدويين على هذا الاجتماع. سعود، كيف تنظر لهذا؟ هو اجتماع تاريخي لأول مرة كما يقول علي داود، ثلاث رؤساء وهو الرابع يجتمعون في مكان واحد، هل نستطيع أن نقول أن الوحدة مقبل على مرحلة جديدة؟ شوف، الوحدة يوم أمس أمس الأول تعادلت مع الجيل في دوري الدرجة الأولى 3-3. وجود شخصية مثل الشيخ صالح كامل، يعني إمبراطورية مالية كبرى، إمبراطورية إعلامية كبرى في الوطن العربي ليس في المملكة العربية السعودية، أنا أعتقد إذا الرجل إن شاء الله أداه الله سبحانه وتعالى طولة العمر وفعلا اتجه إلى كرة القدم بهذا الشكل، فأنا أعتقد أنه خارطة كرة القدم السعودية ستتغير. أنه نادي الوحدة قد ينطلق إلى الدوري الأضواء من جديد في هذا العام لأنه هبط بقرار، ثم يعود إلى دوري زين المحترفين. إذا استمر الشيخ صالح كامل مثل ما تحدث عن الخصخصة، رجل استثماري كبير جدا، شخصية عظيمة، هذا الشيء سيغير في خارطة الكرة السعودية، ولن أستبعد
في الثلاث سنوات القادمة أن يكون الوحدة مثلا بطلا للدوري الممتاز أو بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين أو بطلا لكأس ولي العهد. ألست مبالغا في ذلك؟ إذا استمر، لأن كرة القدم الآن مال مال ثم لكن فكر، لكن في النهاية المال يحتاج إلى وقت أيضا. أنا أقول لك خلال ثلاث سنوات أعطيه ثلاث سنوات، ولو قدر لو كان حظ الوحداويين جيدا وممتازا، وانه الشيخ صالح كامل حضر مثلا قبل اربع سنوات ايام كان ناصر الشمراني فيه، ايام كان اسامه هوساوي فيه، ايام كامل المر كمال هوساوي، وحافظ على هذه المجموعه، ممكن الوحده الان ينافس وبقوه ولا يهبط. انا اعتقد ان الوحدويين الان انطلقوا الى الشخص الذي يعني الله سبحانه وتعالى ممكن اعطاهم الان الحظ. الحظ هو بان يتواجد شخصيه كبيره جدا وصاحب باع كبير وصاحب ثروة هائلة مثل الشيخ صالح كامل. طيب. إذا الشيخ صالح كامل بهذا الحماس الكبير، فنعتقد أنه ممكن خارطة كرة القدم في المملكة العربية السعودية تتغير وتعود الوحدة إلى البطولات بعد غياب أكثر من نصف قرن عنها. عبد الله، هل ترى، أنا كنت يعني أتحدث عن تغير ربما في الوحدة، ولكن سعود السلامي ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، هل تذهب معه؟ أنا أعتقد يوم تاريخي الحقيقة، والوحدويين كنادي الوحدة الحقيقة، هذا النادي العريق هو جماهير الحقيقة، يعني أنا أعتقد أنهم محظوظين بوجود الشيخ صالح كامل. هذا الرجل فكره عالي، الفكر المالي، الفكر الإداري. أنا حقيقة استوقفتني مسألة الخصخصة، أنا أعتقد أن الرجل يعني يقول وينفذ، ولذلك هو حريص كل الحرص الحقيقة. أنا أقرأ حقيقة من خلال المرحلة اللي راحت منذ تولى الشيخ صالح كامل المسؤولية خلفا للدكتور محمد عبد اليماني رحمة الله عليه، وهو حقيقة يسعى لأن يكون نادي الوحدة يعود إلى موقعه مثل ما كان في السابق الحقيقة، كأحد الأندية وأحد الفرق الكبيرة على مستوى كرة القدم السعودية والأوائل في كرة القدم السعودية الحقيقة. نعم، أنا أتصور الحقيقة أنه لاعبي الوحدة محظوظين في هذا الموسم. أنا كنت أتمنى أن الاجتماع ده وهذه الالتفافة الرائعة جدا اليوم أن تكون والفريق الوحداوي في الدوري الممتاز، لكن أنا أعتقد أن عودة الفريق الوحداوي إلى الدوري الممتاز كتبت من هذه الليلة. نعم، نتمنى إن شاء الله التوفيق للوحدة. نعم، احنا نتحدث عن الفكر، ترى الفكر طبعا المال الان موجود، طبعا يمكن الشيخ صالح كامل ليس متابع جيد للكرة، لكنه هو من اختار الرئيس، اختار الرئيس هو الاستاذ علي داود. الاستاذ علي داود يعني اساسا من الشخصيات المعاصرة في كرة القدم، سواء كلاعب كرة قدم في نادي الوحدة او مديرا للمنتخب السعودي او عضوا في اتحاد الكرة. فنعتقد انه فكر الاستاذ علي داود سيكون عاملا كبيرا جدا ومساعدا في انه نادي الوحدة يعود وبسرعة لدوري الاضواء، ثم ينطلق للمنافسة على بطولة كأس الدوري. يعني جميل، هذا ما يخص الوحدة. شكرا لزميلنا نايف مشهور مرة أخرى، شكرا لزميلنا المصور اللي كان معه. إن شاء الله إذا كان في تفاصيل أخرى في يعني هذا مجمل ما جاء في الاجتماع، إذا في تفاصيل حتشاهدونها إن شاء الله غدا في برنامج الملعب. أخيرا فقط آخر الأخبار هذه المرة، سنترك عالم كرة القدم ونتجه إلى الخيل، حيث حقق الجواد الأسطورة فرانكل الأمير خالد بن عبد الله أمس كأس المملكة إليزابيث الثانية عقب فوزه بالمركز الأول في شوط جروب 1 من سباق يوم الأبطال البريطاني، بالتأكيد المقام على ميدان سكوت العريق بحضور أكثر من 80,000 متفرج، تتقدمه الملكة إليزابيث الثانية. وتسلم الأمير خالد بن عبد الله الكأس من الملكة بعد الفوز الساحق للجواد صاحب الثلاث سنوات، والذي حقق أمس فوزه التاسع على التوالي متوجا بذلك بأفضل جواد في العالم لهذا الموسم. هذا ما يخص طبعا بالتأكيد هو يعني إنجاز يستحق أن يذكر، وعودناكم في البرنامج أنه كل ما يعني كل الإنجازات في كل الألعاب إن شاء الله سوف يعني نطلعكم عليه. هذا أخيرا ووقتنا انتهى، نشكر ضيفينا سعود السرامي نائب رئيس تحرير صحيفة سبورت السعودية، شكرا لك أبو فهد. شكرا شكرا. شكرا أيضا لضيفنا من جدة عبد الله الشيخ الكاتب الرياضي المعروف، شكرا يا عبد الله. شكرا لك يا علي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، تحيات عبد العزيز الناجي مدير التحرير، صالح المرشد، عبد الرحمن الناصر، وفيصل العصيمي. غدا إن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة، تحيات رئيس التحرير غانم القحطاني ومخرج الليلة سلطان الفريتي، إلى اللقاء.